من لحظة الميلاد بيتولد معانا الحلم اللي فات، وهو إني أكون أم أو أب. ومع أول صرخة لينا لطفلنا بنجري ونفرح لدرجة إننا ما بنبقاش مصدقين نفسنا، ومع أول ضحكة ليه لنا بنقول سبحان من صور خلقنا. ولأن الأمومة ده شيء مهم في حياتنا، فكان لازم يكون معانا طبيب يرد على كل تساؤلاتنا. معنا ومعكم الدكتور أحمد محمود فوزي، أخصائي أمراض النساء والتوليد والمناظير النسائية. رحب بحضرتك يا اهلا دكتور، بحضرتك. صباح الخير، وطبعا حضرتك منورنا في برنامج يوم في الخير. انا سعيد جدا انا بحضرتك النهارده الحمد لله. احنا اسعد يا دكتور. طبعا موضوع اكتر من مهم، وهو حلم الأمومة، يعني وده عنوان الفقرة بتاعتنا النهاردة، حلم الأمومة. أنا بس حابة أن أنا النهاردة يعني أبدأ مع حضرتك. أول سؤال، خلينا كده بالحاجة الإيجابية اللي هي بنقول من خلالها الفتيات، أو يعني اللي هي السيدات، يعني اللي هو أول حمل ليهم. أول حاجة، إيه نصيحة حضرتك للسيدات الحوامل في الشهور الجدد يعني؟ والله هو بالنسبة للحوامل عموما لازم الناس تفهم ان الحمل ده حاجة فسيولوجية، ده مش مرض. وطول على مدار السنين، على مدار كورونا، الناس كانت بتتعامل مع الحمل بطريقة عادية جدا. تمام. لكن المشكلة ان دلوقتي ان السوشيال ميديا بتصدر شوية افكار ان هو كل ما تاخدي ادوية اكتر كل ما هتبقي احسن، كل ما روشتة كبرت كل ما يبقى احسن. لا، الدواء لما تكوني محتاجة، لما تكون حالتك مستدعية انك انت تاخدي علاج. لكن الطبيعي ان انت بتعيشي حياتك بطريقه طبيعيه. بيبقى في شويه محاذير، وده الدكتور بتاعك هو اللي بيقولها لك، مش واحده صاحبتك او انت نفسك. على مثلا انت حملتي قبل كده تيجي تحملي تاني، فانا خلاص انا حامل اللي كنت بعمله. لا، هو احنا موجودين عشان نقدم النصايح دي، وعشان نتابع الحمل، وعشان نعرف انت محتاجه ايه، سواء من ناحيه الاكل او الشرب او الحركه او الرياضه او الادويه. فالحاجات دي كلها ما ينفعش تبقى يعني في العموم. في حاجات في العموم اكيد ثابته، تمام. لكن بتبقى في حاجات كاستمايز لكل حاله، فلازم الحاله تتابع مع الدكتور بتاعها وتفهم هي الدنيا ماشيه ازاي. لكن المحصله النهائيه ان دي حاجه فسيولوجيه، دي حاجه كويسه، ده مش مرض. فلازم تمام. تعيش حياتك بطريقه طبيعيه مع شويه محاذير الدكتور بتاعك اللي بيقولها لك، مش اكتر من كده. طيب، يعني ده برضو يعني دخلني في سؤال تاني مع حضرتك. هل النهاردة مثلا، طبعا يعني فيروس كورونا فيروس مستجد عموما يعني في الآونة الأخيرة، هل النهاردة الحامل بتبقى أكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا؟ لا خالص. هو بالنسبة للجايد لاينز، عشان احنا بس كلامنا لازم يكون كلام علمي. تمام. الجايد لاينز اللي هي احنا بنتبعها وبنمشي عليها وبتبقى بناء على حالات وتم دراستها، الحامل مش اكثر عرضة. الحامل زيها زي اي انسان عادي عنده عرضة ان هو يعني يصاب بفيروس الكورونا، لان هو اصلا هو حاجة كونتيجيس، هو انتشاره سريع جدا. فهو مش مستني ان واحدة تبقى حامل عشان يجي لها، لا، ده هو الناس في كامل صحتها وبيجي لها لا، بمنتهى انا السهولة. قصدي يا دكتور ان هي مثلا تبقى يعني، علشان مثلا زي ما احنا مثلا بنقول ان الفيروس كورونا مثلا بيجي اكتر الناس المعرضين ليه اكتر، او اللي هم مش يعني بيتم شفائهم منه اكتر، الاطفال والكبار السن عشان مثلا لا، المناعة بتاعتهم هو الاطفال، لا هو الاطفال ضعيف. مش اكثر خطر. بالعكس، هو كل ما كان السن اقل كل ما كان الوضع افضل. تمام. يعني طب نقطة جميلة جدا، لأنه فعلا احنا بصراحة يعني كل واحد بيروج الشائعة، ولأن حاجة مستجدة ففعلا ما بنبقاش عارفين الحاجة الطبية السليمة. طيب، يعني أنا دلوقتي يا دكتور لا قدر الله مثلا حامل وأصيبت بفيروس كورونا، يعني إيه أولى الخطوات اللي حضرتك بتنصح بيها؟ هو مبدئيا احنا لازم نكون فاهمين ان فيروس كورونا لو جه اي حد حتى لو هي حامل، هو مش شرط يجي بكل اعراضه. يعني تمام. فقد حاسه الشم والتذوق، هو عرض كومن جدا، لكن مش شرط ان هو يكون موجود. فاحنا عندنا اعراض فقد الحاسه بتاعت التذوق والشم، الكحه الناشفه، السخونيه، تكسير الجسم، دي الحاجات اللي هي الثابته بتاعته. لكن عند ناس تانية ممكن يجي باعراض شبه البرد العادي، برشح، ببلغم، بساينوسايتس او اللي هي الجيوب الانفيه، خصوصا مع تغير الجو زي الايام اللي احنا فيها دي. فالناس بتتلخبط، مش بتعرف هي ايه. الحامل بالذات لازم ان هي تكون عندها زي اليرت كده، اللي هي تخلي بالك. انت لو ظهر عليك الاعراض دي لازم ترجع للدكتور بتاعك. تمام. فلما هترجع للدكتور بتاعها هيبدا يطلب منها تحاليل دم مبدئيا، بتكون شويه انديكيتيف،
تقدري الدنيا ماشيه ازاي. هي مش بتقول 100% هي الدنيا كورونا ولا لا، لكن ممكن تخوفني او تطمني واتابع الوضع ايه، ممكن عايزها تاني بعديها ب 48 ساعه، وفي الاخر بضطر ان انا اعمل المسح. تمام. طيب يعني ايه برضو ممكن حضرتك يعني سبل الوقاية للسيدة الحامل يعني علشان ما تتعرضش مثلا لحاجة زي كده؟ والله هي الحامل الوقاية بتاعتها زي الناس العادية، لكن هي لازم تكون حريصة أكتر، عشان المشاكل اللي ممكن تحصل معاها هتبقى مشاكل مش سهلة. فهي الوقاية العادية اللي هي تلبس الماسك بتاعها في أي تجمعات، يكون بينها وبين اللي قدامها 2 متر لو اضطرت إن هي تكون في تجمع أو في شغل غصب عنها ولازم تكون موجودة فيه، غسل إيديها باستمرار، الحاجات اللي هي العادية بس لازم تكون مركزة فيها أكتر، لأن إحنا مع طول المدة إحنا داخلين في سنة، مع طول المدة الناس بدأت تزهق شوية أو تمل وبتتعامل بطريقة عادية، اللي هو خلاص بقى مش مشكلة. تمام. فبس هي دي، مش أكتر من كده. طيب يعني من فيروس كورونا ندخل على سؤال بقى، والسؤال ده شائع جدا يعني طبعا الأفراد اللي هم بيبقوا لسه داخلين على بداية حياة زوجية جديدة وكده، ومثلا في الشهور بيحصل شهر او اتنين ولسه ما بيبقى يعني ما بيبقاش فيه مثلا حملة او كده، حضرتك مثلا بتنصح يعني الزوجين ان هم من امتى يبدأوا ان هم يقلقوا؟ يعني هل في مثلا فترة معينة مش أقل سنة مش يعني، هو لازم يكون في سنة كاملة من تمام الجماع متواصل أو منتظم مم. على مدار السنة بدون مم. أي موانع حمل، بدون البعد عن فترة التبويض عشان تمام يبعدوا عن إن هو يحصل حمل في أول شهور. لما تعدي سنة بالطريقة العادية ساعتها نبدأ نتكلم إن إحنا نبدأ نعمل فحوصات، إنما قبل كده لأ. تمام طيب يعني برضو يا دكتور في ظل يعني عندنا وسائل ما شاء الله دلوقتي متطورة جدا في العلم، وطبعا يعني في حالات كتير من تأخر الإنجاب، فحضرتك طبعا يعني متخصص برضو في المناظير وكده، فأنا حابة أن أنا أسأل حضرتك يعني عن أنواع المناظير وإيه هي دورها بالظبط؟ والله هي انواع المناظير، هو في نوعين من المنظار، في منظار رحمي وفي منظار بطني. المنظار الرحمي ده بيتم عن طريق فتحة المهبل، المنظار بيدخل عن طريق عنق الرحم، بيدخل جوه الرحم بيصور الرحم داخليا، يحدد المشاكل اللي جواه، لو في مشاكل بنعالجها في ساعتها. المشاكل دي ممكن تبقى رحمية في بطانة الرحم او ورم ليفي في جوه تجويف الرحم او ضاغط عليه، ممكن تبقى حاجز رحمي، ممكن تبقى مجرد التهاب مزمن في بطانة الرحم، وده حاجة شائعة جدا وما بيبانش في السونار، بيبان بس في المنظار الرحمي، ومجرد ان هي بتعمل زي سكراتشنج للاندوميتريوم اللي هو كحت بس بسيط كده بالمنظار، وبتمشي على مدات حيوية لمدة 2 أو 3 أسابيع، بس تلاقي الست بتحمل عادي مفيش أي مشكلة. فدي كانت حاجة مش هتبان بالسونار، عمرها ما تبان وما تظهرش. ده المنظار الرحمي. المنظار البطني هو بيتم عن طريق البطن، بيبقى فتحات صغيرة، أكبر فتحة فيها بتكون 1 سنتيمتر، بيبقى فتحتين أو 3. ده الهدف منه إن هو يشخص المشاكل اللي جوه البطن. المشاكل دي ممكن تبقى التصاقات نتيجة لعمليات سابقة أو التصاقات نتيجة لبطانة رحم مهاجرة. ممكن نلاقي أكياس على النيبة، خصوصا أكياس الشوكولاتة برضو اللي هي بتبقى ظاهرة مع بطانة رحم المهاجرة، دي بتعمل التصاقات جامدة جدا تخلي ما يحصلش حمل، لأن هي بتقفل الأنابيب، ممكن يبقى في مشاكل في الأنابيب، ممكن يبقى فيه ان الاورام الليفيه كبيره، يعني من اللي هي بتتجاب المنظار الرحمي بتبقى الحاجات الصغيره اللي جوه التجويف، لكن في اورام ليفيه بتبقى كبيره وضغطها على التجويف بس هي كبيره مش هينفع ان هي تتشال من تحت، فبتتشال عن طريق المنظار البطني. ده النوعين المختلفين ليه، في جزء تشخيصي وفي جزء جراحي. تمام. يعني انا برضو اللي انا فهمته كده من حضرتك ان احنا يعني ممكن تكون مثلا الخطوة يعني الخطوة اللي هي كشف بالمنظار دي مثلا خطوة متأخرة ولا يعني انا مثلا حصل تأخر حمل تمام، فمثلا عملت مثلا شوية تحاليل او حاجات زي كده، فيعني ده بقى بيبقى آخر خطوة مثلا بالنسبة للمنظار ممكن ولا بيبقى آخر خطوة تشخيصية، آخر خطوة تشخيصية؟ تشخيصية لكن تمام. مش آخر تدخل، يعني ما اروحش اعمل مثلا حقن مجهري وانا ما عملتش منظار، ده مش منطقي، لان انا ممكن بعد لما اعمل التحاليل بتاعت الزوجة وبتاعت الزوج، والزوج برضو عنصر مهم عشان بس الناس لازم يا ريت بتعتبر يا ان هو دكتور الرجالة، لأنه لا انا مش هحلل، انا مش تمام هعمل تحليل سائل منوي، ده انا كويس، الموضوع ملوش ادنى علاقة،
برجولة تمام الزوج، ولا ليه أدنى علاقة بقدرته ولا بأي حاجة. دي حاجة فيسيولوجية، هو ممكن يبقى عنده مجرد نسبة تشوهات بتتعالج بعلاج، تمام عنده لو في دوالي على الخصية سواء بالعلاج أو بالعملية، الحاجات تمام دي كلها بتخلص الموضوع من أوله وبيحصل حمل بطريقة طبيعية. فهي لما تعمل التحاليل هي والزوج ونبان مبدئيا الدنيا شكلها عامل ازاي، وطبعا بتكون عامله سونار ثلاثي الابعاد يشوف الرحم شكله عامل ازاي، في اشعه بالصبغه بتتعمل، لكن بصراحه يعني انا بفضل المنظار افضل من اشعه الصبغه، لان هو بيكون تشخيصي 100% وبعرف الدنيا شكلها عامل ازاي، مش بايمجنج انا بدخل بشوف بعيني. تمام. يعني كده من يعني فهمنا برضو من كلام حضرتك انه قبل الحقن المجهري انه بيبقى مثلا التدخل بالمناظير. اكيد، بس هو صح. انا ممكن بعد المنظار حتى الاقي مشكله واحلها واديها فرصه 6 شهور تحمل بطريقه طبيعيه وبتحمل، مش شرط ان انا بعد المنظار انا اتعمل حقن مجهري، بالعكس هو المنظار ممكن يسيف او يعني يخليها تبتعد عن المشاكل او الصرف الكتير في الحقن المجهري وفي وسائل التنشيط المساعده، وتحمل بطريقه طبيعيه بمجرد ان هي عملت منظار. هي عالجت مشكله بسيطه موجوده، حاجة ميكانيكال موجودة كانت منع الحمل اتشالت او اتظبطت وهي حملت بطريقة طبيعية، يبقى هي كده اللي كسبانة، غير لما تدخل في ترايلز حقن مجهري مثلا مرة واثنين وثلاثة وهي في مشكلة موجودة، وبعد كده تبدأ تاني بقى تروح تعمل تبدأ المنظار، هي خسرت وقت وخسرت مجهود عصبي، لان ده الموضوع ده فيري ستريسفل على الست، يعني ممكن الرجالة مش بتحس بيه قوي، انما الستات ان هي انا مضطر ان انا افضل اخد في علاجات واروح لدكاتره مره واثنين وثلاثه واعمل عمليه مره واثنين وثلاثه وانا مش مشخصه من الاول، فده مش منطقي، التشخيص السليم دايما كمان بيأثر بيؤدي الوقت. للعلاج. تمام. يعني طيب لو حضرتك برضو اتكلمنا على الأشعة الصبغة، يعني ايه برضو أهميتها؟ والله اشعه الصبغه الفكره فيها ان بيتم حقن صبغه برضه عن طريق المهبل داخل الرحم، الصبغة دي بتعدي جوه الرحم وتعدي من الأنابيب، في اللحظة دي بتكون بتتصور، في دكتور إشعاع بيكون موجود وبيصورها وبيبان في أفلام زي الإكس راي. احنا معانا فيديو بس كده يا جماعة، يعني يا ريت لو نعرضه فيديو. طبعا جميل لحضرتك بصراحة. يعني تمام. فإحنا بتبان زي الإكس راي، فبيبان إذا كانت الأنبوبة دي دلوقتي بتعدي الصبغة ولا مش بتعديها، بس هي هتبين ان هي بتعدي الصبغه، بس مش هتبين اذا كان تمام في التصاق ولا لا، مش هيبان، هو ممكن يبان لي ان هي انا احس ان في التصاق من منظرها ان هي ساكته ما بتتحركش، تمام بس هي لو في التصاق طبعا ومعديه احنا الصبغه. معانا الفيديو ده طبعا. يعني انا عارفة ان كل ام وكل بنت يعني طبعا المنظر جميل جدا. يعني احكي لنا يا دكتور كده مثلا عن الفيديو ده. والله هي الفكره ان هو الفيديو ده او اي حاجه شبهه، فاكر اللحظه بتاعت خروج البيبي دي هي التارجت اللي هو اللي احنا بنبقى عايزين نوصل له، بيبقى خلاص عملنا كل حاجه مع البيشنت على مدار حملها، اي مشاكل بتقابلنا عدينا منها، فبيبقى دي خلاص بقى اللي هو الله. خط النهايه بقى اللي عايزين نوصل له، ان البيبي يطلع بالسلامه والام تكون كويسه وان هي تكون مش حاسه بالم، والقيصريه تكون بسيطه سواء قيصريه او نورمال، بس احنا ما ينفعش نصور النورمال يعني طبعا الولادة الطبيعية مش هينفع نصورها، طبعا لكن هي بتكون لحظة جميلة يعني أي حد تمام. بيتمناها، وأنا شخصيا أنا لما جربتها كأب حبيت إن أنا أجربها كأب مش كدكتور، لا هو الناس بتبقى بجد متحمسة قوي طبعا للحظة دي. طبعا طبعا. طيب يعني مثلا دلوقتي يا دكتور برضو من ضمن الحاجات الشائعة انه يعني في حالات للتأخر الحمل كتير جدا، فالنهاردة يعني مثلا ممكن من وجهة نظر حضرتك، يعني هل دي مثلا بتتعلق بحاجة معينة مثلا سواء كانت بيئية او حاجة مثلا في بعض مأكولات مثلا او كده ولا ايه؟ يعني احنا مثلا ما كناش بنلاحظ يعني قزيما، متهيألي ما كانش فيه كل الحالات دي، فهل النهاردة مثلا حضرتك بترجعها لحاجة زي كده؟ لا هو احنا بنرجعها لان التشخيص زاد، وسائل التشخيص زادت، زمان كانت ممكن ست تتجوز وما تخلفش وعادي وتعدي في العيله عادي، والراجل بيتجوز مره واثنين وثلاثه تانيين لغايه لما يخلف، او الراجل ما بيخلفش وعادي، انما احنا عندنا دلوقتي وسائل تشخيص، السونار نفسه من 20 سنه ما كانش زي دلوقتي،
بس النهارده دلوقتي طبعا انت بتشوفيه كانك شايفه، كانك قاعده جوه. طبعا فالتحاليل والسونارات والمناظير وكل الحاجات دي بقت بتبين، تمام زي مثلا حالات تكيس المبايض عند البنات، ان هي الناس بتقول ان هي زادت، هي ما زادتش، هي بقت بتتشخص اكتر، بقينا بنقدر نعرفها اكتر. يعني هي الحكاية مش حكاية زيادة مثلا، بس عشان قديما ما كانش بيبقى فيه تشخيص. ف الناس ما كانتش مهتمة اصلا. تمام. طيب مثلا برضو حضرتك ممكن تكون بتنصح الأم بإيه مثلا، يعني علشان نبعد عن التشوه مثلا الأجنة؟ احنا برضو عندنا نسبة، يعني نسبة الإعاقة برضو انتشرت كتير في الآونة الأخيرة. فهل هنا مثلا بيبقى في حاجات مثلا ممكن تحصل في الحمل هي اللي تؤدي مثلا ان الطفل لا قدر الله يتولد معاق او كده؟ احنا عندنا في جزئين، في جزء جيني، الجزء الجيني ده مش هنقدر نتدخل فيه، تمام احنا ممكن نشخصه بس تمام مش هنقدر نتدخل فيه. تمام والتشوه اللي لا يعيق ان الطفل ده يعيش، ده احنا ما نقدرش نعمل معاه اي حاجه، مش هنتدخل معاه. تمام في بقى تشوهات بتحصل نتيجه لعوامل خارجيه. اه العوامل الخارجيه دي زي التعرض للاشعاع، او اشعاع الناس اللي خصوصا الدكاتره، يعني دكاتره الاشعه والناس دول، عرض تمام الاشعاع كتير، ده غلط، ده مش صح. تمام بعض المأكولات لما بتتاخد بطريقة زايدة، الكومبوننتس بتاعتها بتكون ممكن تبقى مؤذية. بعض بعض المأكولات المأكولات بس، وعليها ديبيتس، يعني في جدال كبير قوي عليها، وهتلاقي الدكتور بيقول اه ودكتور بيقول لا. فهي الفكرة كلها في كده، ان مثلا الفوليك اسيد من الحاجات المهمة جدا اللي تتاخد في اول الحمل. تمام لازم نبقى ماشيين متابعين كل حاجه بالملي، يعني هي ما فيش واحده تعدي شهر ما تعملش انتي نيتال كير، ما تروحش للدكتور بتاعها في العياده. يبقى في متابعة لازم متابعه، مستمر. لازم متابعه مستمره، ولازم ان هو لما نتعرض لاي حاجه غريبه او حاجه مش طبيعيه لازم نرجع للدكتور. تمام وده بيبان لنا في السونار، وبنعمل في اول 3 شهور وفي تاني 3 شهور سونار كامل للطفل. هو الناس بتطلق عليه 3 دي و4 دي، تمام لكن احنا الهدف من بالنسبه لنا ان احنا نشخص بقى اي عيوب خلقيه، اي مشاكل في القلب، اي مشاكل في الجهاز العصبي، في تمام التكوين العظمي بتاع الطفل، الحاجات دي كلها بتبان لنا. فهنرجع للنقطه الاساسيه، ان ايه السبب او ايه الوقايه. الفكره ان احنا نبقى ماشيين زي ما بناخد الادفايس، زي ما بيتقال لنا نعمل حاجه بنعملها، تمام لكن ان انا اروح اعيش حياتي واصل انا هشوف دكتور اولد معانا في التاسع، ما تجيش تلوميه لو حصل لقينا ان في مشكله في الطفل. هو صح لازم اكون متابع طفل في طول ال9 شهور، ابقى عارف هو نموه عامل ازاي، يبقى عندي تشارت وعندي في الفايل بتاع الحاله نموه وشكله عامل ازاي. لكن انا هعرف ازاي انت لو جيتي لي مره، انا هعرف ازاي. تمام وممكن في ناس انا رايحه المستشفى تعالى ولدني، ده يعني ده مش صح. هتولد، هنولدها، مفيش اي مشاكل، بس هل ده طبيعي؟ بيأثر على البيبي يعني وكده. الاوتكم مش بيبقى كويس، يعني الاوتكم بتاعنا مش بيبقى كويس، لان في مشاكل بنقابلها في خلال الحمل بنقدر نعالجها، سواء ضغط تمام حمل او سكر حمل، الحاجات دي كلها بتاثر على الجنه. فانا تمام لو انا مش متابعها النتيجه ما اقدرش اتحملها، تمام لكن انا لو انا متابع ومظبط الضغط ومظبط السكر ومظبط كل حاجه وتحليل الغده بتاعتها هكون عارفها، الحاجات دي كلها في الاخر بتطلع الجنين كويس وانتي كويسه. مش تمام هتتابعيها هيحصل مشكله، ممكن بنسبه، في ناس بتعدي عادي مش اي مشاكل. في ناس يعني كانوا بيقولوا في مثلا في المناطق الريفيه او في الصعيد او كده، ممكن الست بتبقى ماشيه وبتولد تمام اوكي، بس ده مش تمام صح، ده مش منطقي. تمام طيب يعني ده برضه هيدخلني لسؤال مهم جدا، وده يمكن بيحصل كتير مثلا للأمهات أو كده، إنه بيحصل لها مثلا ورم في الرجل. يعني الرجل بتبقى ورمة جدا مثلا في الشهور الأخيرة مثلا من الحمل أو كده. هل ده مثلا بيبقى حضرتك بتنصح مثلا فيه يعني بالبعد عن تناول بعض المأكولات مثلا، علاج معين، حاجة معينة؟ يعني حضرتك بتنصح بإيه أول لما بنشوف الورم ده؟ هو تفرق الورم شكله عامل ازاي؟ يعني انا لو تمام ورم في الرجلين الاتنين بنفس الطريقه اه حاجه، وبين ان عندي ورم في رجل واحده واحمرار ونشفان خصوصا في منطقه السمانه في الرجل او وجع، الحاجات دي عكس بعضها. الطبيعي ان الست بيجي لها في اخر حملها بس حاجه اسمها اديمه، الجسم بيحوش الميه اه تمام؟
علاج ده ايه؟ ان احنا لازم نشرب سوائل من مش اقل من 2 ل 3 لتر في اليوم، مش اقل، لو نقدر نزود نزود، نبعد عن الحاجات الحادقه، لان احنا شعب يحب الحاجات الحادقه، طبعا طبعا فلازم ان احنا نبعد عن الحاجات الحادقه على قد ما نقدر، تمام. ونقيس ضغطنا باستمرار، لان يعني ده ممكن يكون عرض من اعراض ضغط الحمل، وبرضه هنرجع للدكتور عشان هيطلب تحاليل، تمام فالحاجات دي لازم تكون متظبطه. هي حاجه عاديه ممكن تفضل عاديه بدون اي مشاكل، بس لو انا مش متابعها ممكن يبقى وراها سبب، يعني ممكن تمام تبقى حاجه فسيولوجيه طبيعي جدا وممكن يبقى وراها سبب مرضي. لو انا تمام ما عالجتش السبب المرضي هيبقى في مشكله. لو هي رجل واحده اللي فيها الورم ده وفيها احمرار وسخونيه ووجع، لا ده قصه تانية خالص، لان هي الحوامل عندهم نسبه التجلط بتكون اعلى من الناس العاديه، تمام فممكن يحصل لا قدر الله جلطات في الرجلين، كنا رمي فده بيجي في رجل واحده غالبا، مش صعب يجي في الاثنين مع بعض، وفي حالات يعني حصل في كده، حالات بنشوفهم فعلا. بس يعني في الاغلب احنا بنتكلم في الاغلب ان هو بيحصل في رجل واحده، بترجع للدكتور بتاعها وبيتواصل مع دكتور اوعيه دمويه عشان يعمل لها دوبلر على رجليها ويشوف الدنيا ماشيه ازاي، ونقدر نشخص المشكله عشان لو في حاجه تتلحق من اول. تمام. طبعا يعني الموضوع يعني اكتر من مهم، وانا عارفة انه كل المشاهدين اللي بيشوفونا دلوقتي نفسهم طبعا يعني يسألوا حضرتك اسئلة كتير، بس ان شاء الله يعني بنوعد حضرتك بتجدد الموعد باذن الله. وكان معنا الدكتور احمد محمود فوزي، اخصائي امراض النساء والتوليد والمناظير النسائية. بنشكر حضرتك يا ميرسي فندم. جدا، اتشرف فيك. ودلوقتي مشاهدينا هنطلع مع تاني فقرة، وهي فقرة بدون محامي مع المستشار القانوني طلعت سلمان، اللي هيكلمنا فيه كيف تحصل الزوجة على المنقولات الزوجية بدون محامي. انتظرونا بعد الفاصل.